قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري إن إجمالي نتائج أعمال قتال قوات قطاع تأمين شمال سيناء خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من يوليو 2015 أسفرت عن مقتل 241 إرهابيا وضبط 4 أفراد مطلوبين أمنيا و29 فردا مشتبها بهم وتدمير 26 عربة خاصة بالعناصر الإرهابية. وأشار المتحدث العسكري في بيان له إلى أن القوات نجحت في تدمير 28 دراجة بخارية وتفجير 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات وتدمير 4 مقرات ومركز رئيسي لتجمع العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من أسلحة والذخائر المتنوعة ومعدات الاتصال. لقي إرهابي مصرعه إثر انفجار قنبلة به أثناء تصنيعها بقرية ميليج التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية. تلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بانفجار قنبلة بأحد المنازل بقرية ميليج بدائرة المركز، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الانفجار وتبين مصرع أحد الإرهابيين، وبتمشيط المنطقة تم القبض على 2 من المتهمين بالضلوع والاشتراك في التصنيع. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح لحظة قيام رجل بإلقاء زوجته وعشيقها من الطابق الثالث، ويظهر الفيديو سقوط الرجل والمرأة من الأعلى على أحد السيارات المتوقفة أسفل المنزل وارتطام رأسيهما بالأرض. تعطلت اليوم حركة المترو بمحطة محمد نجيب بالخط الثاني بشبرا الخيمة الجيزة بسبب تهشم الوجه الزجاجي ليد الطوارئ التي تسهل تواصل الركاب مع سائق المترو في حالة الطوارئ. وأقدم سائق المترو على النزول من عربة القيادة وتفقد العربات واكتشف تهشم زجاج يد الطوارئ بمساعدة الركاب، ما تسبب في عطل فني بالقطار أسفر عن توقفه، وقام السائق بإخطار إدارة المترو بذلك، وتسبب العطل في فتح كل أبواب المترو مما سهل للركاب النزول بمحطة محمد نجيب. أثر صورة قبيحة لتمثال الملكة نيفرتيتي وضعه مسؤول محافظة المنيا بمدخل مدينة سمالوط عاصفة من سخرية المواطنين بسبب قبح وجه التمثال وتشويه الصورة المعروفة عن جمال نيفرتيتي. وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للتمثال بمزيد من السخرية والاستهجان بعدما أظهر تمثال نيفرتيتي نسخة 2015 وجها قبيحا للملكة الجميلة بالأسرة 18. يعد مسجد الطنبغة الذي يقع بسكة الورداني بحي الدرب الأحمر من المساجد ذات المساحة الواسعة ويتمتع بزخارف معمارية رائعة، وبرغم من تاريخه الأثري إلا أنه يعد من المساجد المهملة كغيره من مساجد الأثرية بحي الدرب الأحمر، حيث يعاني من تحطيم بعض أجزاء من جدرانه مع تواجد بعض مخلفات الطوب الأثري بجانب بعض الجدران وتآكل الأخرى بتأثير عوامل الجو حتى ظهور حديد التسليح بقبلة المسجد. ولم يتوقف إهمال هيئة الأثر للمسجد عند هذا فقط، بل امتد إلى تحول بعض الأجزاء الأثرية بالمسجد إلى مخلفات مثل قبة خشبية أثرية تابعة للمسجد وبعض أجزاء من سور المسجد بجانب مخلفات المسجد من حديد وحصير وسجاجيد بالية ومخلفات الكراسي. كما يوجد بالمسجد سبيل مياه مهمل لا يليق بمسجد أثري يزوره سائحين من كل مكان. أما عن أدوات النظافة عبارة عن زجاجات مياه مليئة بالصابون السائل معلقة عند السبيل. دخل عدد من بحارة الشركة المصرية للملاحة البحرية بالأسكندرية اليوم اعتصاما مفتوحا تضامنا مع أهالي طاقم السفينة طابة والتي غرقت صباح اليوم بالبحر الأحمر بسبب ما أسموه فساد قيادات الشركة وتسببهم في غرق السفينة والمطالبة بمعرفة مصير الطاقم على السفينة الغارقة. وحاول بعض المعتصمين الاعتداء على رئيس مجلس إدارة الشركة بسبب تعمده انهيار الشركة ورفضه لتغيير قيادات القطاع الفني بالشركة وهم المسؤولون عن صيانة السفن والعبارات بالشركة، واتهم العاملون بالشركة رئيسها بالتواطؤ مع القطاع الفني لتصفية ما تبقى من سفن الشركة تمهيدا لتصفيتها الممنهجة بعد دمجها بالشركة الوطنية
المنافس الوحيد لهم منذ حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. كرمت نقابة المحامين بالبحيرة برئاسة سامح عاشور نقيب محامي مصر والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عددا من شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة والشرطة خلال الإفطار السنوي الذي نظمته النقابة بنادي ألعاب دمنهور، حيث تم تكريم أسرة الشهيد النقيب أحمد محمد توفيق والنقيب أحمد زكريا أبو غزالة والرائد محمد حسين عباس والمجند إبراهيم هاني المنشاوي وأحمد السيد سعد وأمين الشرطة ربيع عصفور والمجند إسلام إبراهيم الشهاوي.